إله الخلق ما لي سواك، أنا الضعيف في حماك، إلهي أغثني كن معي لا تتركني مع سواك، إله الكون يا أملي ها قد عدت لرضاك، تركت الدنيا وراء ظهري والتجأت إليك يا ربي لا تدعني يا إلهي تائها واستدر بي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، غافر الذنب وقابل التوب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي أخواتي أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم بالخير واليمن والبركات والطاعات. نحن معا في مستهل حلقة جديدة من برنامجنا منهج التائبين، نبحر في رحاب هذا المنهج مع فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نفعنا الله بعلمكم سيدي، بارك الله بكم. سيدي، كنا نتحدث عن ظاهرة في أو هي معوق في طريق التوبة، هذه الظاهرة هي ضعف الإيمان. تحدثنا عن الأسباب وعن المظاهر، وننتقل اليوم إلى الجزء الأهم وهو العلاج. عرفنا أن هناك ضعفا في الإيمان، فكيف نعالج هذا الضعف؟ هناك بنود تفضلتم بها، أبدأها بتدبر القرآن الكريم لعلاج ضعف الإيمان، أن نتدبر القرآن. ما معنى تدبر القرآن الكريم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وسلم. أفهم التدبر هكذا: أولا أن تقرأه قراءة صحيحة وفق قواعد اللغة العربية. لسيدنا عمر كلمة دقيقة جدا: تعلموا العربية فإنها من الدين. أن تقرأه قراءة صحيحة وفق القواعد العربية. لو واحد قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، انتهى الموضوع، المعنى فساد فساد كلي. نعم، تقدم الإيمان إلى الكفر. إنما يخشى الله، نعم، مفعول به مقدم، من عباده العلماء. نعم. أولا قراءة صحيحة. الأفضل أن تكون قراءة مجودة، فيها إدغام، فيها غنة، فيها إقلاب، فيها إظهار إلى آخره، وفق قواعد الترتيل. الترتيل. ثم أن نفهم هذه الآيات فهما صحيحا، ثم أن نعمل بها تطبيق. تطبيق، ثم أن ندعو إليها. فبين أن تقرأها وتفهمها وتعمل بها وتدعو إليها، فيما أتوهم ولعلي على صواب أن هذه القراءة الصحيحة التي أرادها الله يتلونه حق تلاوته. نعم، هو التدبر، يتلونه حق تلاوته، بدءاً من قراءته بلغة صحيحة إلى تجويده إلى فهمه إلى تطبيقه إلى الدعوة إليه. نعم، هذه جميعها تشكل. نعم، تدبر، يتلونه حق تلاوته. وتقولون أيضاً سيدي من التدبر أن أنظر أين أنا من هذه الآية. هي أخطر شيء. هي صفات المؤمنين، أكثر من 200 آية في القرآن تصف المؤمنين. أخطر سؤال المؤمن يسأل نفسه: أين أنا من هذه الآية؟ نعم، هي صفات المؤمنين. أنا تتمثل بي هذه الصفات؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. أبدا. وبالأسحار هم يسهرون. فأيام إنسان بتزل قدمه للحديث عن المبادئ والقيم وهو بعيد عنها. لذلك يعني آيات النصر لا تنتهي في القرآن، كأنها معطلة الآن. الإسلام إن لم يكن سلوك وقيم نعيشها، مبادئ نؤمن بها، دعوة إلى الله نمارسها، صفي معلومات، والمعلومات لا تقدم ولا تؤخر. حتى أوضح للإخوة فقط سيدي، قلتم آيات النصر يعني هي اليوم غير مطبق، الكرة في ملعبنا. نعم، المشكلة عندنا أبدا، لذلك لم يتحقق موعود الله. سيدي، زوال الكون أهون على الله
من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. نعم. وما النصر إلا من عند الله، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. نعم. سيدي، إذن هذا التدبر، أن أقول أين أنا من هذه الآية، وحق التلاوة أن أقرأ وأن أفهم وأن أطبق وأن أدعو إلى ما تعلمت. هذا البند الأول من علاج ضعف الإيمان، وهو التعامل مع كتاب الله تعالى. البند الثاني سيدي، ورد في قوله تعالى في ثلاث مرات أظن في القرآن: وما قدر الله حق قدره. كيف نقدر الله حق قدره؟ العلاج. الحقيقة أنه في معلومات مألوفة متداولة أنه الله خالق الأكوان، خلق السماوات والأرض، لكن لو تفكر في خلق السماوات والأرض، أي مثلا في بالقرآن 1300 آية تتحدث عن الكون والإنسان. صحيح. أنت مع آية الأمر يقتضي أن تأتمر، مع آية النهي يقتضي أن تنتهي، مع آية القصة يقتضي أن تتعظ، لكن مع 1300 آية يعني الله عز وجل قال: والسماء ذات الرجع مثلا، يعني الأرض تدور حول الشمس دورة كل سنة، أثناء الدورة تنتقل من القطر الأطول لأنه المسار هليلجي للقطر الأصغر، أثناء الدورة تنتقل من قطر أطول لأصغر، المسافة قلت، الجاذبية ازدادت، فلا بد من أن تنجذب إلى الشمس، وإذا انجذبت تبخرت في ثانية واحدة. الآن الأرض ترفع سرعتها لينشأ من رفع سرعة قوة نابذة تكافئ القوة الجاذبة، تبقى على مسارها. طيب إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، لو زالت لتبخرت في ثانية واحدة. لو زالت بمعنى لو انحرفت؟ انحرفت في مسارها. آه. انحرفت عن مسارها. نعم. هلأ بالطرف الآخر لو تفلتت من مسارها حول الشمس، الحرارة 260 تحت الصفر، انتهت الحياة، الصفر المطلق، تنتهي الحياة إذا انجذبت وتنتهي إذا تفلتت. يد من تبقيها على مسارها البيضوي حول الشمس. إن الله جل جلاله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. والسماء ذات البروج، في برج اسمه برج العقرب، أنا رأيته في مرصد فلكي. هذا البرج لو وصلت بين خطوط نجومه، وصلت بين نجومه بخطوط كالعقرب تماما، لذلك سموه برج العقرب. نعم. نعم، رأيته بعيني طبعا بمتحف فلكي بأمريكا، ورأيت قلب العقرب، هذا النجم الصغير أحمر اللون. نعم. اسمه قلب العقرب. دقق قبل ما أقول دقق، الشمس أكبر من الأرض بمليون وثلاثمائة ألف مرة، يعني بيدخل بجوف الشمس مليون وثلاثمائة ألف أرض، بينهما 156 مليون كيلومتر. قلب العقرب النجم الصغير يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما. هذا الإله العظيم يعصى؟ ألا يخطب وده؟ ألا ترجى جنته؟ ألا تخشى ناره؟ لذلك إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. إذا نقدر الله حق قدره من خلال النظر في التفكر في خلق السماوات والأرض. سؤال كبير، لما نجد في القرآن 1300 آية من أجل أن نعظمه تتحدث عن الكون والإنسان كي نعظمه؟ نعم. وأنتم سيدي بدأتم بالعلاج الثالث جزاكم الله خيرا. نعم. عندما تحدثتم عن طلب العلم، وكنت أريد أن أقول. نعم. أن العلاج. نعم. الثالث من علاجات ضعف الإيمان هو طلب العلم الشرعي. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ما أنواع العلم وما المطلوب أبل من العلم؟ أمامي طاولة خشب. نعم. هذا جماد، طول عرض ارتفاع وزن حجم. نعم. يزيد عليها النبات بالنمو، يزيد عليهما الحيوان بالحركة، يزيد عليها الإنسان بقوة إدراكية أودعت فيه. هذه القوة الإدراكية إن لم يطلب العلم هبط عن مستوى إنسانيته إلى مستوى لا يليق به. اسمع كلام القرآن: عند الله عز وجل أموات غير أحياء،
نبضه 80 وضغطه 8-12 عند الله ميت. خشب المسندة إنهم إلا كالأنعام كمثل الحمار يحمل أسفارا. فخيارنا مع طلب العلم ليس خيار وردي حمراء أزين بها صدري، خيار هواء استنشقه، فلا بد من طلب العلم، وإلا هبط الإنسان عن مستوى إنسانيته. طلب العلم تقصدون العلم الشرعي والدنيوي المنجي، هو مطلق العلم مطلق، بس هو القصد منه الأساسي أن تعرف الله، العلم ابن بالله، آدم اطلبني تجدني، العلم بالله ثم بأمره نعم ثم بخلقه نعم نعم. سيدي أيضا من علاجات ضعف الإيمان لزوم مجالس الذكر وحلق الذكر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيح: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. ما أهمية المجالس يعني الإيمانية؟ كلياتنا معنا هواتف محمولة كلياتنا نعم. هذا الهاتف قد يكون ثمنه غالي جدا، إن لم تشحنه من حين لآخر أصبح كتلة بلاستيك لا قيمة لها. إذا الهاتف يحتاج لشحن، والإنسان يحتاج إلى شحن، يحتاج لشحن دوري نعم. خطبة الجمعة شحن دوري، والصلوات شحن يومي، والصيام شحن سنوي، والحج عمري، ففي شحن مستمر، في شحن يومي بالصلاة، شحن أسبوعي بخطبة الجمعة، شحن سنوي بالحج بصيام رمضان، شحن العمر بالحج، فهي مناسبات شحن. فإذا إنسان ما انشحن مثله مثل إنسان جاهل. بعض الناس قد يفهمون من حلق الذكر التي نتحدث عنها أن يجلس في مجلس يعني يذكر فيه الله سبحان الله الحمد لله فقط. الموضوع أوسع من ذلك. القصد هو العلم سيدي. نعم. أي شيء يذكر بالله؟ أبدا. نعم. يا أيها الذين إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، الخطبة خطبة الجمعة. شو بيقول لك المسلم أيام لحقت الصلاة؟ هو الأصل منا الخطبة. نعم. فاسعوا مو إلى الصلاة، إلى ذكر الله. خطبة معدة خلال أسبوع من خطيب المسجد، تجي أنت آخر الخطبة تلحق الصلاة؟ ما بصير. نعم. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. نعم. هذا يحقق سقط الوجوب وإن لم يحصل نعم. المطلوب. أيضا سيدي من يعني علاج ضعف الإيمان، من العلاجات الناجعة في ضعف الإيمان، العمل الصالح. ما تعريفكم للعمل الصالح؟ هو الحقيقة الدقيقة علة وجودنا الوحيدة بعد الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر العمل الصالح. سمي صالحا لأنه يصلح للعرض على الله، ومتى يصلح؟ إذا كان خالصا وصوابا. خالصا ما ابتغي به وجه الله، صوابا وافق السنة. لذلك ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا. علة وجودنا الوحيدة بعد الإيمان بالله واليوم الآخر العمل الصالح. يعني إنسان أرسل ابنه إلى باريس ينال الدكتوراه من السوربون، مدينة باريس عملاقة كبيرة، فيها دور له، فيها دور سينما، فيها معامل، فيها مصانع، فيها جهات إدارية، فيها جامعات. هذا الطالب علة وجوده الوحيدة في هذه المدينة الدراسة. نعم. ونحن علة وجودنا الوحيدة في الدنيا العمل الصالح. ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. والعمل الصالح يرفعه. والعمل الصالح سمي صالحا بشرطين: إذا كان خالصا وصوابا. خالصا ما ابتغي به وجه الله، صوابا وافق السنة. جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم أخواتي الكريمات، في نهاية هذا اللقاء الذي طاب بكلمات شيخنا جزاه الله خيرا وطاب بمتابعتكم، نسأل الله تعالى أن نلتقيكم دائما على خير حال. إلى الملتقى أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إله الخلق ما لي سواك، أنا الضعيف في حماك، إلهي أغثني كن معي لا تتركني مع سواك، إله الكون يا أملي.
قد عدت لرضاك، تركت الدنيا وراء ظهري والتجأت إليك يا ربي، لا تدعني يا إلهي تائها.